أعلنت وزارة الصحة حظر مشروبات الطاقة التي تروج على أنها ترفع مستوى النشاط الذهني والبدني وتحتوي على نسبة عالية من الكافيين والسكر أو المحليات الصناعية. وأوضحت الوزارة أن حظر بيع المشروبات يشمل من هم دون سن 18. للحديث أكثر حول هذا الموضوع يسرنا أن تكون معنا عبر الهاتف الدكتورة بثينة يوسف عجلان، استشاري صحة عامة وطب عائلة ورئيس قسم التغذية بإدارة الصحة العامة بوزارة الصحة. مساء الخير دكتورة، وبداية لماذا تم حظر هذه المشروبات؟ هي مشروبات الطاقة في مملكة البحرين، وما هو الخطر الذي تشكله على الصحة؟ مساء الخير عزيزتي لكم ولجميع المشاهدين. طبعا حظر بعض الأفعال المرتبطة باستهلاك وتداول مشروبات الطاقة في مملكة البحرين بداية جاء كجزء مهم جدا من الجهود تبذلها وزارة الصحة للحد من الأمراض ذات الصلة بالنمط الغذائي أو المدخول الغذائي. طبعا مشروبات الطاقة ما يخفي على أحد أضرارها الصحية اللي مثبتة بالدراسات العلمية والملاحظات المعتمدة العلمية من آثارها على كثير من الأمور الصحية كأمراض القلب، اضطرابات دقات القلب، الدورة الدموية، أمراض القلب بشكل عام، وأيضا للأسف ارتباطها بالاضطرابات السلوكية والنفسية مثل القلق والصداع واضطرابات المزاجية وأمراض الجهاز الهضمي وأيضا أمراض النسا وغيرها، وبالإضافة إلى أمراض المزمنة مثل السكري والسمنة. ويعني يطول الحديث في الآثار الصحية السلبية على مشروبات الطاقة على صحة الإنسان. طبعا معرفتنا بهذه المضار الصحية بالإضافة إلى الإحصائيات والأعداد اللي تعكس وضع استهلاك مشروبات الطاقة في البحرين اللي يصل في آخر دراسة إلى ما يقارب 40% من استهلاك مشروبات الطاقة، وهي نسبة تعتبر عالية، وخصوصا أن تبين من الدراسات أن أكثر فئة تستهلك مشروبات الطاقة هي فئة جدا حساسة ومهمة اللي هم المراهقين واليافعين من عمر 15 سنة إلى 24 سنة. طبعا تركيز الاستهلاك بشكل مفرط أو خلينا نقول بشكل غير مناسب، لأنه هو من حيث طريقة الاستخدام، أسباب الاستخدام، كمية الاستخدام، فاستخدام المشروبات بين هذه الفئة نقول عنها نوصفها بأنه غير مناسب، وتقريبا يفسر الانجذاب هذه الفئة للإعلانات والدعايات والتسويق الغير مناسب الذي ممكن يحتوي على بعض المبالغة في صفات مشروبات الطاقة أو للدعاءات المضللة والكاذبة. نعم دكتورة بثينة، كما تضمن إعلان وزارة الصحة أن حظر بيع المشروبات سيكون لمن هم دون سن 18، هل هناك ضوابط أخرى سيتم الإعلان عنها من قبلكم كوزارة الصحة؟ بالفعل عزيزتي، لكل الأسباب اللي ذكرتها سابقا من هنا صدرت اللائحة التنفيذية اللي تشمل عدة ضوابط عامة، من أهم هذه الضوابط اللي ذكرتي وهو أنه يمنع بيع مشروبات الطاقة لأقل من 18 سنة. ثانيا هذا يذكر بشكل واضح في نقاط البيع، بالإضافة إلى ضبط الإعلان والتسويق على مشروبات الطاقة بحيث المعلن أو المستورد عن مشروبات الطاقة أخذ تصريح من وزارة الصحة للتأكد من محتوى الإعلان وخلوة من الادعاءات المضللة أو الخادعة أو التهويل، وبالإضافة إلى منع بيعه داخل المنشآت الصحية والتعليمية أو توزيعها بشكل مجاني، ويجب ترخيص مشروبات الطاقة للتحقق من مطابقتها للمواصفات والمقاييس المعتمدة وخلوها من أي مواد محظورة، وكذلك التحقق من النسبة الحدودية المستوى لكل هذه المواد في مشروبات الطاقة. هذه أهم الضوابط اللي ذكرت وجاءت مع اللائحة التنفيذية بشأن استهلاك وترويج مشروبات الطاقة. نعم الدكتورة بثينة يوسف عجلان، استشاري صحة عامة وطب عائلة ورئيس قسم التغذية بإدارة الصحة العامة بوزارة الصحة، شكرا جزيلا لك.